مشاهدي اي سي سي اي بالعربي، اهلا وسهلا بيكم. معاكم احمد مجاهد اي سي سي اي ترينر. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا احمد مجاهد اي سي سي اي ترينر، ودي قناتي كمال اجسام بدون منشطات. بنقدم شرح لمناهج الانترناشونال سواء كان الاي سي سي اي او نسم، بلس بعض الفيديوهات التوضيحيه للبيجنرز اللي عايزين يبتدوا الجيم. لو عجبكم موضوع القناه ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبدا الحلقه. الحقيقة حلقتنا النهاردة هنتكلم على الجروب اكسرسايز انستراكتور اكزام. في ناس كتير طلبت مننا شكل امتحان الجروب اكسرسايز. جروب اكسرسايز هو مدرب الجماعي. بعد ما خلصنا طبعا مذاكرة لازم نراجع كويس جدا قبل ما نخش الامتحان. دي نصيحتي. الامتحان ببساطة جدا بيكون عبارة عن 2 سيكشن زي ما هو واضح قدامنا كده على الشاشة، سيكشن 1 وسيكشن 2. سيكشن 1 لو نفتحها قدامكم كده عبارة عن 100 سؤال اختياري زي ما هو واضح قدامنا كده على الشاشة. كل الاسئلة اللي موجودة فيه طبعا انت عديت عليها في الشابترز بتاعت الدراسة بتاعتك، يعني الاسئلة كلها بالمنهج زي ما بيقولوا. محتاج بس تفكر وتركز وتراجع كويس، ولو لقيت حاجة مش واضحة او مش مفهومة ممكن ترجع تاني تراجعها من الكتاب، مفيش ادنى مشكلة. بعد ما بتخلص ال 100 سؤال طبعا بتقول له هنا سيف انسر اند كونتينيو، مين الك بعديها على السكشن رقم 2. وسكشن رقم 2 كده هو عباره عن اي سي، هتكتب ست مواضيع انشا، يعني معنى صح. زي مثلا على سبيل المثال بيقول لك قول هنا من كلماتك الخاصه. طبعا دي اهم حاجه بنقولها للناس عشان الناس اللي هي ما بتاخدش بالها من البلاجريزم. البلاجريزم يا جماعه ده عباره عن حقوق الملكيه الفكريه. يعني لو انا مثلا كتبت مثلا ان عضلات الدلتويدز مثلا في حاله مش عارف ايه يحصل، ايوه انا اللي كاتبها بالصيغه دي وحد خدها كوبي بنفس الصيغه وحطها في موضوع انش زي كده بيسمع عندهم. طبعا هو بيدي لك نسبه بلاجيريزم معينه، بس انا نصيحتي ان انت ما تحاولش يكون في بلاجيريزم اصلا، وتحاول ان انت تجيب المين ايديا بتاعت الموضوع وتحاول اعاده صياغتها بطريقتك انت. فبيقول لك هنا ان يو اون وورد ديسكرايب جروب اكسرسايز، ما هو الجروب اكسرسايز اند ذا فاريس اكسرسايز طبعا اللي احنا خدناها، انكلود بقى ايه ويز اي اس اي جروب انستراكتور كورس اللي انت خدتها بالظبط معانا في الجروب اكسرسايز. ادي موضوع وادي الموضوع الثاني وادي الموضوع الثالث وادي الموضوع الرابع والخامس والسادس، كلهم موجودين جوه ضمن الكورس اللي انت درسته. مفيش بقى هنا ايه كيس ستادي ولا اي حاجه عشان الناس اللي كانت متخوفه من الكيس ستادي. امتحان سهل جدا، يا ريت نفكر ونركز كويس جدا، وبالتوفيق للجميع. لو عجبكم موضوع الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وقبليها لو خلصت الامتحان ما تنسيش تعمل سيف انسرز احسن، مفيش حاجه تتسيف وتبقى شغلانه. واستنونا في حلقات ثانيه اجمل واحلى على قناتكم اي سي سي بالعربي. كان معكم احمد مجاهد اي سي سي ترينر.